جزاكم الله. الأختان سحر والبندري من الزاحمية بعثتا عددا من الأسئلة، تقولان في أولها: ما حكم لبس الفستان الأبيض للعروس ولغيرها؟ العروس وغيرها من نساء المسلمين تلبس ما يلبسه نساء البلد، ولا يخرجن على عادة نساء البلد، ما دام أن لباس نساء البلد مما لا محذور فيه وليس فيه مخالفة شرعية، فإن جميع النساء يلتزمن بهذا اللباس ولا يخالفن ملبوس نساء البلد الملبوس المتمشي على الوجه الشرعي. واللباس المسمى بالفستان ولبس البياض للعروس والتشريع هذا ما كان معروفا في نساء هذا البلد، وإنما هو إلف وعادة مجلوبة إلى هذه البلاد. نعم.